تجمعت ارادتنا احنا والساده النواب والساده الجمع اللي حضرتك شفتيه ده على مستوى 27 محافظه من هدف منطوق معين، ان مصر محتاجه تنميه، مصر مش محتاجه سياسه ومحتاجه تمكين اقتصادي للشباب. قلنا هنبدا نشتغل على تمكين اقتصادي من مشروعات صغيره ومشروعات منتهيه الصغر. عندنا هدف ان احنا ننتج المصري، نصنع المصري، نشتري المصري. هدفنا احنا بدانا بحاجات صغيره، حاجات مشروعات كده صغيره شباب وعربيات، احنا مش ده هدفنا. احنا هدفنا ان احنا نوصل في القريب ان شاء الله لانتاج مصانع كبيره من الشباب، ان هم كل الشباب يبداوا يجمعوا بعض. وزي ما حضرتك شفت النهارده احنا النهارده العربيه لثلاث شباب، احنا ما بنعملش مشروعات لحد منفرد، بنعملها لمجموعات من الشباب. عندنا اهداف كتيره الحمد لله، عندنا تنظيم على مستوى 27 محافظه، عندنا هياكل اداريه تنظيميه من اول القريه، المركز، المدينه، المحافظه. فان شاء الله يعني ان شاء الله هنعمل، هنشتغل محور اقتصادي، تمكين الشباب اقتصاديا، هنشتغل على التدريبات. وزي ما شفت حضرتك يمكن احنا اول كيان مؤسسي شبابي يبقى عندنا حته الجديده اللي هي البراعم من 10 18 سنه، شباب الجامعات، المعاقين، المراه، كل الكيانات، اي شاب عنده اي فكره مشروع اهلا وسهلا بيه. يبقى حضرتك انت كشاب بيجيب المشروع بنقول له فالمكتب الفلاني هو بياخد بيدرس المشروع، بيقول اه فعلا المشروع ده كويس، دراسة الجدوى بتاعته 1 2 3، المشروع ده ينفع يتعمل لشاب او 2 او 5 او 10. فمعانا ناس زي ما قلت حضرتك مكاتب متخصصة متبرعة، يعني الناس دي قايمة بمجهودها طبعا للبلاد. هدفنا في الكيان ان احنا بنجمع زي ما قلت حضرتك ان احنا عايزين نبني مصر، مش هنبنيها لوحدنا ولا الجهاز التنفيذي هيبنيه لوحده ولا احنا نبنيها لوحدنا، احنا لازم كلنا نقعد مع بعض على الترابيزة ونبني في هذه البلد. وان شاء الله على الاونة القريبة هتلاقونا ان شاء الله، ومن الشباب هتلاقوا ان شاء الله في مصانع منتجة وفي حاجات كتيرة قوي، في مبادرات هنعملها على مستوى الكرة مع ستاتنا وامهاتنا في الكرة، في حاجات كتيرة يعني، في خطط وفي مشروعات، بس احنا ماشيين بنجيب الشباب، هو بيطلع فكره بيطلع النقطة. ان شاء الله هيبقى في مبادرات على القريب العاجل في الكرة على مستوى مصر، احنا بنشتغل طريقة مركزية بحيث ان احنا المبادرة لما بتتعمل هتلاقيها حضرتك في اسوان، في البحر الاحمر، في القاهرة، بتبقى على مستوى مصر. في حضرتك مشاريع صغيرة كده هنعملها وحاجات هتبقى منح للست المصرية، بتعملي مشروع متكامل لشاب لثلاث شباب ب 25,000 جنيه. يعني انا مش عايز اقول لك يا ممكن رجل اعمال كان بيروح يتعشى ب 25,000 جنيه. بلدنا ناشئ ومصممين مش هنمشي منها وهنبنيها، ومصممين ان احنا بنبنيها، والارهاب بيضرب فينا وبيعمل وبيزيدنا اصرار ان احنا ماشيين على الطريق الصح، ومش ما عندناش غيرها، هي مصر. مصر اولا واخيرا، السلوجان بتاعنا مصر اولا واخيرا، وكلنا زي ما انتم حضراتكم شايفانا وشغالين، ما هدفنا مصر اولا واخيرا. يلا البيبان مفتوحه، المقرات مفتوحه، عمال تقول الدوله لا، يلا البيبان مفتوحه، تعالى اهلا وسهلا زمايلك اهو، بص لزمايلك في المشروعات، الناس اللي عايزه تبني البلد، عايز تبني البلد يلا اهلا وسهلا بيك، يلا واحنا معاك ومش هنسيبك الا لما تبني بلدك وقريتك ومركزك ومحافظتك.